أثر وباء كورونا على مختلف النواحي الحياتية للناس والشركات وحتى الدول، سواء على الصعود الاقتصادية أو الصحية، لكن التأثير النفسي السلبي كان كبيراً أيضاً كما رصد في المملكة المتحدة. مراسلنا هناك جياب أبو صفية تابع هذه التأثيرات وأعد هذا التقرير. هكذا كان المشهد في الشوارع البريطانية بعد إعلان الإغلاق الأول في مارس العام الماضي. شوارع خالية ومتاجر غذائية بطوابير طويلة، قلق وخوف من المجهول، ومستشفيات متكدسة بالمصابين، وجنائز صامتة لمن فتك بهم فيروس كورونا. تكرر مشهد الإغلاق في المملكة المتحدة 3 مرات، كانت طويلة وقاسية ومشددة، حتى ظهر ضوء في نهاية النفق المظلم الذي كلف 10,000 الأرواح ممن هزمهم المرض. عمليات التطعيم ساهمت بإعادة ولو جزء بسيط من الحياة إلى طبيعتها بعد 1.5 عام، لكن هل عادت الأمور إلى طبيعتها بالفعل؟ منذ أن بدأت دول العالم فرض الإغلاقات والحجر المنزلي على المواطنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من تسببها بضرر كبير على الصحة النفسية، ضرر ناتج عن القلق والخوف والأرق، ساهم أيضاً في الفتك بالمحجورين. منذ اللحظة الأولى التي أعلن عن اكتشاف الإصابة بكوفيد كنت مشغولة في حياتي الاعتيادية، وعندما عدت إلى المملكة المتحدة بعد غياب 20 عاما كانت البلاد مختلفة، وكنا أنا وابني نبحث عن طريق التأقلم من جديد. كنت أعتقد أن الفيروس بعيدا جدا في الصين وسيتم احتواؤه قبل الوصول إلينا، ولكن عند بدئه بالتفشي ومتابعة الأخبار بدأت أشعر بالخوف والقلق. وصلت إلى مرحلة صعبة لم أتمكن من الكتابة، كنت أشعر بالوحدة والخوف الشديد. تانيا بحثت عن طريقة لتقليل الضرر النفسي الناتج عن العزلة التي فرضها وباء كورونا من خلال التواصل مع محيطها الاجتماعي الضيق، لكن كثيرين لم يتمكنوا من ذلك لأسباب عدة. كنت محظوظة لأني وجدت طريقة ومحيطا اجتماعيا، لكن كثيرين لم يتمكنوا من ذلك، خصوصا الأمهات مع أطفالهن الذين لم يتمكنوا من إتمام دراستهم في المنزل، أو ضحايا العنف المنزلي، أو كبار السن الذين لم يتمكنوا من استقبال أي زائر. هذا ما دفعني لأن أسأل نفسي هل الإغلاق أكثر ضررا من الفيروس نفسه علينا بسبب العزل الذاتي ومنع تواصل الناس اجتماعيا. في تقرير نشره مركز الإحصاء الوطني في فبراير من العام الجاري، بيّن أن نحو 20% من البالغين في المملكة المتحدة ظهرت عليهم علامات حادة من الاكتئاب الشديد بعد الإغلاق الأول، مقارنة ب10% قبل تفشي فيروس كورونا، ونسبة 16% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و16 عاما. عانوا مشاكل نفسية نتيجة الإغلاق، وهما دفع الحكومة لرصد نحو 80 مليون جنيه استرليني للمساعدة في برامج دعم نفسي للأطفال. تقول المنظمات المعنية إنها غير كافية. نسب الضرر النفسي للأطفال كانت مرتفعة قبل تفشي الوباء، لكنها أصبحت أسوأ بكثير بسبب إجراءات الإغلاق، خصوصاً للأطفال الفقراء أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المنعزلين اجتماعياً.
نعلم أن العديد من الأطفال مروا بظروف صعبة، لكنهم استعادوا عافيتهم، لكن ليس الأغلبية، فإغلاق المدارس تسبب بتراجع التحصيل العلمي. الأطفال يحتاجون دعماً كبيراً، ونحن نحاول قدر الإمكان، لكن الأعداد كبيرة وتحتاج تمويلاً أكبر للتعامل معها. على هذا الحائط رسمت عشرات آلاف القلوب التي يمثل كل منها اسم ضحية فتك بها الوباء. تنشر إحصائيات الإصابات والوفيات بشكل يومي، لكن غاب عن هذه الإحصائية ضحايا الانتحار الناتج عن تدهور الحالة النفسية بسبب إجراءات الإغلاق والعزل المتكررة. إيزابيلا فتاة عشرينية تعمل كممرضة في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة البريطاني. كانت شاهدة على الحالة الصحية الصعبة في ذروة تفشي وباء كورونا. كانت مشاهد صعبة لها، لكن الأصعب كان خبر انتحار شقيقها هاريسون الذي لم يتحمل عزلته في سكنه الجامعي. أخي أنهى حياته عام 2020، وأنا متأكدة من أن سبب الانتحار هو الإجراءات التي صاحبت فيروس كورونا وتسببت بعزلة ذاتية ووحدة قاسية له. إجراءات الإغلاق كانت مشددة وصعبة، لم يكن يحب الجلوس وحيدا. كل هذه الأسباب دفعت أخي هاريسون لإنهاء حياته. هيئة الإحصاء لم تسجل ارتفاعا كبيرا بأعداد حالات الانتحار العام الماضي، لكن المنظمات المعنية بالصحة النفسية حذرت من تدهور الحالة النفسية الناتجة عن الإغلاقات، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع بمعدلات الانتحار في مراحل لاحقة. إيزابيلا وبعد وفاة شقيقها بدأت حملة توعية في الجامعات البريطانية عن مخاطر العزل الذاتي على الطلاب. الجميع يشعر بالوقع النفسي من إجراءات الإغلاق، لكن لا أعتقد أن الحكومة والمؤسسات العامة والجامعات استوعبت التغير الكبير الذي حصل. هناك خطط للتعافي من تبعات الوباء، ولكن لا أعتقد أنهم يقدمون خططا كافية، خصوصا في الجامعات. معظم الطلاب يريدون ممارسة التجربة الدراسية الجامعية والاختلاط بالناس. الحكومة البريطانية باتت اليوم تسرع خطواتها لإعادة فتح البلاد والاقتصاد كمرحلة للتعافي من تبعات كورونا، لكن هاجس كثيرين هو غياب برامج الدعم النفسي الكافية لإتمام التعافي من أثار كورونا. يقول خبراء إن بداية التعافي النفسي من أثار الإغلاق والعزلة التي تسبب بها لكثيرين هي الاعتراف بهذا الضرر أولاً، وثانياً الحديث عنه، وثالثاً هو أن لا بأس أن لا تكون على ما يرام، والنصيحة هي أن تطلب المساعدة قبل فوات الأوان. جياب أبو صفية، سكاي نيوز عربية، لندن.